شارك وزير الخارجية سامح شكري ممثلا عن الرئيس السيسي في عشاء عمل استضافه الرئيس الفرنسي بنيويورك لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية الدولية الملحة على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. استعرض شكري جهود مصر لمواجهة تداعيات زيادة أسعار الطاقة والتي أثرت سلبا على استكمال جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مناطق كثيرة من العالم. وأوضح شكري أن في كلمته أن الظرف الدولي الحالي قد دفع بمصر إلى تكثيف مساعيها من أجل التحول إلى مركز إقليمي للطاقة. كما شدد شكري أيضا على ضرورة قيام الدول ذات الفائض الغذائي بتيسير إمداد الدول المستوردة الصافية بالغذاء وإزالة القيود على تصدير السلع الغذائية.